يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يتردد عندنا هذه اللفظة وهي عليك وجه الله أن تتغدى عندنا، فهل في هذه شيء؟ هذا من التشفع بالله على خلقه، وقد نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال إننا نستشفع بالله عليك، غضب الرسول صلى الله عليه وسلم واستنكر أن تجعل الله شفيعا عند المخلوق، هذا فيه تنقص لله جل وعلا. نعم.